احنا الحقيقه مبادره دكان الفرحه تم اطلاقها في 2019 في ابريل 2019 من خلال مرحله اولى وثانيه تم الوصول ب 700 الف قطعه ملابس جديده لاكثر من 300 الف مستفيد لحد دلوقتي. يمكن مع بدايه العام احنا اطلقنا المرحله الثالثه الخاصه بمبادره دكان الفرحه، بدانا بجامعه عين شمس، بعد كده جامعه الفيوم، جامعه حلوان هي الجامعه الثالثه ضمن المرحله الثالثه اللي بنستهدف ان شاء الله فيها ان احنا نوصل لمليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال دكان الفرحة. الحقيقة توجيهات السيد الرئيس يمكن من بداية العام بتكثيف جهود الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية وباقي أنشطة الصندوق اللي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. احتفالية النهاردة في جامعة حلوان هي جزء من أنشطة الصندوق في هذا الإطار ضمن مبادرة دكان الفرحة اللي بنسعى من خلالها لرعاية الطلاب المعد ليهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعات الحكومية. مبادرة دكان الفرحة بتستهدف توفير الملابس الجديدة والأجهزة التعويضية وغيرها من كل وسائل الدعم اللي بندعم بها طلاب الجامعات المصرية. الاحتفالية النهاردة بتتضمن معرض بيشمل 16 ألف قطعة ملابس هيتم تقديمها ل 4000 طالب داخل جامعة حلوان، بالإضافة لتكريم عدد من الطلاب الأوائل على مستوى 22 كلية في جامعة حلوان. كمان بندعم ذوي الهمم ببعض الأجهزة التعويضية اللي هيتم تسليمهم إن شاء الله من خلال الاحتفالية. عندنا مبادرة بعنوان بالعلم نستطيع، الهدف منها الحقيقة إن احنا نجهز ونطور معامل المهارات داخل الجامعات الحكومية المصرية. بدأنا بكليات الطب في جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية من خلال نظم محاكاة للجسم البشري بتضمن لطالب امتياز إن هو يحصل على فرصة تدريبية بظروف ممكن يتعرض لها داخل أقسام الطوارئ. والحقيقة كمان أنظمة المحاكاة دي بتوفر الحقيقة دقة التشخيص وبالتالي إن احنا نوفر العلاج في الوقت المناسب لمريض الطوارئ أو حالات الطوارئ. كمان من خلال هذه الأنظمة بنقدر إن احنا نرعى يعني كرامة وحقوق المريض، لأن زي ما حضرتك عارفة في الماضي كان بيتم التدريب على مرضى حقيقيين. أنظمة المحاكاة دي إن شاء الله احنا بنسعى إن احنا ندعم بيها أكبر عدد من الجامعات خلال الفترة اللي جاية. احنا يمكن النهاردة خلال الاحتفالية فعلا يعني كرمنا 22 طالب من أوائل الجامعة. خلال الفترة اللي جاية بنتوسع في تنظيم المعارض اللي بنستهدف بيها أكبر عدد من المستحقين من كل ما يشمله دكان الفرحة. الحقيقة يمكن ذوي الهمم الصندوق مع باقي أجهزة الدولة وباعتبار معاون لهذه الأجهزة يمكن شاركنا في تدشين صندوق عطاء، وهو أول صندوق استثماري خيري هدفه إن احنا نستخدم الربح الخاص باستثمارات هذا الصندوق في توفير وتمكين ذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية ليهم. أيضا احنا من خلال الجمعيات القاعدية والجمعيات الشريكة اللي بتشتغل معانا على مستوى الجمهورية بيكون لنا في مجال التعليم والتدريب عفوا، بالإضافة لتوفير كل الدعم سواء في الحماية الاجتماعية أو في توفير الفرص الاستثمارية الأخرى من خلال برامج التنمية الاقتصادية اللي منها نقدر ان احنا ندمج ذوي الهمم في المجتمع ويحصلوا على كل الفرص اللي يقدروا بيها ان هم يحققوا مستقبل. من خلال محور التدريب والتعليم بنقدر ان احنا نطور المدارس اللي موجودة داخل دور الرعاية الخاصة بذوي الهمم، وبنعمل برامج تدريبية للقائمين على العملية التعليمية بحيث ان احنا نضمن جودة التعليم المقدمة داخل هذه الدور. ايضا كمان من خلال البرامج الخاصة بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بنحاول ان احنا ندمج ما بين الانشطة الخاصة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وصولا لتقديم حزمة من الخدمات لذوي الهمم. احتفالية النهاردة احتفالية تحيا مصر دكان الفرحة، ده برنامج من برامج الدعم المجتمعي لصندوق تحيا مصر. صندوق تحيا مصر بيقدم خدمات جليلة لكل فئات المجتمع، وطبعا طلاب الجامعات من الفئات اللي بيهدف صندوق تحيا مصر لدعمهم اجتماعيا لتذويب الفوارق ما بين الطلاب جميعا ومكافأة المجتهدين والمتفوقين منهم، وكذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالويلتشير، الكراسي المتحركة وما إلى ذلك. معرض النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين كله منتجات جديدة ومنتجات كلها مجانية، وتخدم 4000 طالب من طلاب المستحقين للتكافل، المستحقين الدعم المجتمعي. طبعا هو بيدعم جميع فئات الطلاب، الطلاب المتفوقين بيديهم جوائز الأوائل على كل كليات الجامعة اللي تصل عددها إلى 23 كلية ومعهد،
فتم تكريمهم وتوزيع جوائز عليهم في اول الاحتفاليه، وكذلك الطلاب ذوي الاحتياجات تم تسليم كراسي جديده ليهم. فعاليات كتير جدا، بس تحيا مصر هو دي الاولى منها، لان تحيا مصر بدات هذا البرنامج في ابريل 2019، وده النهارده 3 أيام ورا بعض، وفتحنا برنامج تعاون على طول مستمر مع تحيا مصر للمزيد من التعاون في جميع المجالات. طبعا زي ما تم الاعلان في الانترودكشن بتاعت او مقدمه قبل الاحتفاليه، ان بيدعموا المستشفيات الجامعيه، وانا نسقت معاهم النهارده وعملت لقاء مع عميد كليه الطب عشان يبتدي احتياجاتنا في المستشفيات الجامعيه تقدمها لصندوق تحيا مصر. صندوق تحيا مصر داعم لينا حتى في القوافل الطبيه والقوافل التنمويه المجتمعيه في مناطق الصف واطفيح طبقا لمبادره حياه كريمه. الحياة طبعا ده دور مهم جدا. الجامعة قايمة على 3 قواعد أساسية: التعليم الطلاب، البحث العلمي، وخدمة المجتمع. والجامعة عندنا تعتبر من الجامعات النشيطة في الموضوع ده، في أنشطة كتير جدا الجامعة فيها تخدم المجتمع المدني، وبدأت من خلال التكنولوجيا والكلام ده، وفي نفس الوقت المجتمع المدني بيقدم خدمات للطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة زي فعالية النهاردة. الجامعة بتقدم طبعا خدمات تعليمية، إلى جانب خدمات تعليمية خدمات صحية، رعاية صحية، أنشطة رياضية وفنية ثقافية، ندوات كتيرة تثقيفية، مسابقات رياضية، مسابقات كتير، حاجات قوي في الابتكار. الجامعة واخدة مشاريع ممولة، بيبقى مسابقات بين الطلاب في الابتكار والمشاريع الجديدة عشان إذا يمكنوا يقدروا يطلعوا منها بروتوتايب أو سبين أوف أو كده. صندوق تحيا مصر ودعمه من الدولة بيقدم أنشطة كتير على مستوى الدولة، وفي مبادرات كتير شفناها زي حياة كريمة أو كده. والنهاردة نشاطه طبعا كان خاص بطلاب الجامعة. الحقيقة كان في جزء مهم قوي، تكريم أوائل الكليات، وده طبعا حاجة كويسة قوي. أما الطالب هو في مقتبل حياته يحس إن الدولة بتدعمه، بتكافئه على تفوقه، ده أكيد بيربطه بالبلد وبيخليه عنده حماس وأمل في المستقبل. وفي نفس الوقت المعرض على مستوى متميز جدا برضو، ده نوع من يخلي كل طالب يحس إن الدولة فاكراه أيا كان المجال بتاعه أو أيا كان طريقة الدعم ليه. الصندوق بيقدم أنشطة كتيرة في المجال دوت، دعم المستشفيات، التدريب. وإحنا بالنسبة لنا كجامعة طبعا لسه كنا بنتكلم، إحنا يعني مهتمين بدعم المستشفيات، لأن إحنا عندنا مستشفيات تعتبر نسبيا جديدة، إحنا كلية الطب نسبيا حديثة، فطبعا هيبقى في تواصل عالي في النقطة دي معاهم. بشكر جدا مبادرة تحيا مصر، طبعا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان على المبادرة العظيمة ديت، ودي طبعا ليها أثر معنوي عظيم ليا كطالب، بتقدر طبعا تديني حافز ان اقدر اكمل في طريق الاجتهاد والتفوق باذن الله. يعني مبسوطه جدا ان انا شاركت في حاجه زي كده، وبشكر طبعا مبادره تحيا مصر وصندوق تحيا مصر، واتمنى يعني دايما الناس بتكرم على طول كده علشان ده بيخلي الواحد يكون مبسوط. فرحه كبيره ان الجامعه بتكرم الشباب المتفوقين، وفكره ان هم يحطوا اصلا فكره المبادره بتاعه تحيا مصر مع الطلاب المتفوقين، وجمع طلبة متفوقين مع ناس كتيرة جدا من الجامعة، وان هم يشوفوا حاجة كويسة زي كده تبقى كده.